إن شاء الله النهاردة في حصة في درس الإحصاء هنتكلم على درس التوزيع الطبيعي 2. بالنسبة لدرس التوزيع الطبيعي هنتكلم على منحنى التوزيع الطبيعي. هذا منحنى التوزيع الطبيعي. نلاحظ إن هذا المنحنى أبناء الطلاب متماسك حول المستقيم العمودي الذي يقسمه إلى نصفين متماثلين. من خصائص هذا المنحنى أنه يشبه منحنى الجرس. المساحة تحت المنحنى بتساوي 100% وتنقسم إلى 50% وإلى 50%. هذا اسمه منحنى توزيع طبيعي، وهذا المنحنى متماثل حول المستقيم الرأس العمودي. أما هذا المنحنى لا يمثل توزيع طبيعي لأنه غير متماثل حول المستقيم العمودي عند الطلاب، ولذلك إيه بنسميه التواء موجب. ممكن اجيب لك الرسمه دي في الامتحان واقول لك ما اسم هذا المنحنى. طيب اسمه منحنى التواء موجب. ليه؟ لان البيانات كلها بتتكاثف وتتكون في الجزء الايسر، واما في الجزء الايمن فتقل البيانات تدريجيا. هذا المنحنى اسمه منحنى التواء سالب. التواء سالب لان البيانات كلها ابناء الطلاب كلها بتتركز في الجزء الايمن، وهذا المنحنى ليس متماثل حول المستقيم العمودي، وذلك اسمه التواء السالب. زي ما قلت لكم ده منحنى اسمه منحنى التوزيع الطبيعي، يتميز ان هو يشبه الجرس، و يقترب المنحنى من محور اكس. لاحظ ان المنحنى ده يقترب من محور اكس، يعني اللي بتاعه من ناحيه اليمين وناحيه اليسار. وانا قلت ان هنا في هذا المنحنى التوزيع الطبيعي ان هنا هو في المنتصف يتساوى الوسط والوسيط والمنوال. لو جالي هنا سؤال، لو جبت لك الرسمة دي في الاختبار، هلاحظ ان هذه البيانات كلها تتمركز في المنتصف، فانسب منحنى او انسب توزيع لهذه البيانات هو توزيع المنحنى الطبيعي، لان البيانات كلها بتتمركز في الوسط، والبيانات كلها متماثلة حول المستقيم الرأسي. نلاحظ لو جينا اتكلمنا على القانون التجريبي لمنحنى التوزيع الطبيعي، ان المساحه الكليه تحت المنحنى التوزيع الطبيعي عند الطلاب 100% زي ما قلت، وتنقسم الى 50% و50%. هنلاقي معظم البيانات كلها بتتركز في الوسط وتمثل 68%، 34% و34%. طبعا الخط الراسي هنا بينزل على نيو، بينزل هنا على نيو اللي هو الوسط. قلت الوسط والوسيط والمنوال كلهم بيتركزوا في الوسط. الكميه كلها هنا 68%. تبدا هنا ناخد 13.5% و13.5%. الاقي المنطقه تبدا هنا تمثل 99%، نزود 0.5% و0.5% تطلع 100%. يبقى المساحه هنا ميو. هنا طبعا القيم بتقل، في انحراف معياري لها وفي انحراف معياري، فهنلاحظ المسافه هنا ميو، وهنتكلم على المسافه من او المساحه من ميو السيجما الى ميو زائد سيجما تمثل 68%. ابناء الطلاب لما يجيني مساله في التوزيع الطبيعي يقول لي الوسط لتوزيع طبيعي 34 وانحرافه المعياري 5، اوجد احتمال ان تزيد قيمه اكس عشوائيا في هذا التوزيع عن 24. اي مساله في التوزيع الطبيعي تحتوي على وسط لازم يعطيني وسط في المساله اللي هو 34 اللي هو ميو 34، بيعطيني انحراف معياري 5. انحراف معياري يعني القيم بتنحرف عن المركز، بمعنى انحراف معياري يعني القيم بتنحرف عن المركز هنا بمقدار 5، اوجد احتمال ان تزيد قيم اكس. انا بجيب هنا حاجتين، اهم حاجه عندي هنا الميو والسيجما. الميو بتمثل
24 يعني عايزين نجيب احتمال اكس اكبر من 24. ادى مرحله التوزيع الطبيعي بتاعي، ادى المستقيم العمودي اللي بينزل على المركز هنا اليوم، هنا الانحراف المعياري النسبه دي اسمها انحراف معياري مقدارها سيجما، فبقول هنا ميو زائد سيجما وهنا ميو ناقص سيجما. القيم بتنحرف اكتر يبقى هنا ميو زائد 2 سيجما وهنا ميو ناقص 2 سيجما. اوكي؟ بعد كده بنعوض عن قيمه الميو عندي هنا ب 34 وبعدين نعوض عن ميو زائد سيجما 34 زائد 5 39، 34 زائد 2 سيجما يعني 44، هنا 34 ناقص 5 29 ميو ناقص 2 سيجما يدينا 24. بص يا ابناء الطلاب، احنا عايزين المساحه اللي اكس اكبر من 24، فين 24 عندي؟ هنا 24 اكبر من 24، هننزل المساحه دي كلها. المساحه دي كلها عباره عن 100% ناقص الجزء ده. هنشوفها بتساوي كام؟ هنلاحظ ان احتمال اكس اكبر من 24 عباره عن كام؟ هنا كام؟ 13.5% زائد 34% زائد 34% زائد 13.5% زائد 2% زائد 0.5%، ونشوف الناتج هيطلع كام عندنا؟ الناتج هيطلع 97.5%. يبقى هنا